مستنيين انت ان شاء الله ناخد مع بعض مراجعه تاني في الامتحان. اولا القراءه من درس في منزل فراشته في فصل الربيع ذهبت هنا الى جدها في الريف، واثناء تجولها بين الحقول والاشجار رات فراشه جميله الوانها جذابه. نستخرج مع بعض كده بعض الظواهر اللغويه. اسم، عايزين اسم. من علامات الاسم علشان ادور على اسم لازم اطلع على صوابعي ثلاث صوابع. اول حاجه الاسم يكون فيه لام، الالف واللام، الاسم يكون فيه تنوين، يكون فيه تاء مربوطه. تعالوا نشوف كده مع بعض في القطعه اللي قدامي. كلمه الرضيع فيها لام ايه؟ لام الف ولام، يبقى هي كلمه ايه؟ اسم. طيب من علامات الاسم او علامته ايه يا مستر اللي عرفني ان الكلمه دي اسم؟ الالف واللام. ايه؟ الالف واللام. يبقى انا هروح هنا كاتبه عند علامات الاسم الالف واللام. مدان متشابهان، يعني ايه مدان متشابهان؟ يعني كلمه واحده فيها مدان، يا اما مدان بالالف يا اما مدان بالواو يا اما مدان بالياء. نبص كده على القطعه مع بعض. كلمه الوانها بها مدان متشابهان، الاثنين بايه يا مس؟ الالفين هنا مد بالالف. طيب عايزين لام قمريه. لام قمريه يا مس ليها علامات، اولا هي بتتنطق، ثانيا عليها سكون، بعدها حرف من حروف جمله ابغي هجرك وخف عقيده. عندنا كلمة الحقول وكلمة الأشجار. نكتب مع بعض كلمة الحقول. طيب عايزين لام شمسية. لام شمسية مش بتتنطق. كلمة إيه؟ الربيعي. نطقت اللام؟ لا يا مس. أنا اللام الشمسية كلمة الربيعي. طيب عايزين فعل. فعل يعني إيه؟ حركة بتحركها أو حاجة بتحصل، زي كلمة ذهبت. وفي في القطعة أفعال زي كلمة رأت. عايزين كلمة بها تنوين ونون. تنوين يا إما تنوين بالفتح يا إما بالضم يا إما بالكسر. تنوين زي كلمة فراشة جميلة وجذابة. نكتب كلمة جذابة. نوع إيه التنوين ده؟ ضمتين فوق بعض كده. عايزين حرف جر، حروف الجر من إلى عن على في. معنى تجولها سيرها، معنى تجولها سيرها. مضاد ذهبت رجعت، مضاد ذهبت رجعت او عادت. مضاد جميله قبيحه، معنى جميله رائعه وحسنه، مضادها قبيحه. جمع فصل فصول، جمع فصل فصول. السؤال الاول اين ذهبت هنا؟ ما دام بيسالني بدات استفهام اين، انا لازم اجاوب بمكان. اين ذهبت هنا؟ ذهبت هنا الى جدها في الريف. ومتى؟ متى الات استفهام بسال بيها عن الزمان او الوقت. كان امتى ذهبت هنا الى جدها في فصل ايه؟ في فصل الربيع. يبقى ذهبت هنا الى جدها في فصل الربيع. السؤال الثاني ماذا رات هنا بين الحقول والاشجار؟ رات فراشه جميله الوانها جذابه. اذكر مراحل نمو دودة القز. مراحل نمو دودة القز اربع مراحل. اول مرحلة الدودة، المرحلة البيضة، المرحلة الثانية مرحلة الدودة، ثاني مرحلة، ثالث مرحلة مرحلة الشرنقة، اخر مرحلة اللي هي الفراشة المكتملة. يبقى بيضة، دودة، شرنقة، فراشة. السؤال الاخير اين وضع الجد دودة القز؟ وضع الجد دودة القز في صندوق مصنوع من الكرتون وبطاقه بعض الثقوب. وضع الجد دودة القز في صندوق مصنوع من الكرتون وبطاقه بعض الثقوب. موضوع القراءة الثاني النهارده من قصة أدوات الشخصية. تحمست هند وذهبت مسرعة وقامت بتحضير حقيبتها. دخل الأب على هند في غرفتها فرأى حقيبة كبيرة مليئة بالأشياء. أول استخراج معايا جملة فعلية. الجملة الفعلية اللي بتبدأ بفعل. تعالوا نشوف كده مع بعض. تحمست هند. دي جملة فعلية. ليه؟ بدأت بالفعل تحمست وده فعل ماضي. ذهبت مسرعة. دي جملة برضه فعلية لأن أولها الفعل ذهب. وقامت بتحضير حقيبتها. يبقى القطعة كلها أفعال بتبدأ بيها مس بتبدأ بأفعال. يبقى كل جملة من دول اسمها جملة فعلية. هنكتب مع بعض جملة تحمست هند. رقم اثنين كلمة بها هاء ضمير. الهاء الضمير اللي هو الضمير أو الهاء اللي بتبقى متصلة في آخر الكلمة زي كلمة حقيبتها.
واو او الياء اول همزه على نقره تمام كده او على الف. المهم تكون في وسط الكلمه متوسطه يعني في وسط الكلمه زي كلمه تليقه. المعنى معنى تحمست تحمست يا مس معناها تشجعت. معنى تحمست تشجعت يبقى تشجعت انت. معنى الشخصيه الشخصيه يعني الحاجه اللي هي بتاعتي انا. معنى الشخصيه الخاصه. معنى تحضير تجهيز او اعداد. معنى تحضير تجهيز او اعداد. مضاد مليئه حاجه مليئه وممتلئه عكسها فارغه. مضاد مليئه فارغه. جمع غرفه غرف. جمع غرفه غرف. جمع الاب الاباء. نلاحظ ان الهمزه بتاعتها همزه ممدوده. السؤال الاول كيف تحمست هند للرحله؟ تحمست هند للرحله وذهبت مسرعه وقامت بتحضير حقيبتها. يبقى هي عملت ايه؟ كيف هنا اداه استفهام بسال بيها عن الحال. حالها كان عامل ازاي؟ يبقى عملت ايه؟ مس ذهبت مسرعه وقامت بتحضير حقيبتها. لماذا تعجبت هند من رفض والدها للحقيبه الكبيره؟ ليه هند استغربت لما باباها رفض الحقيبه الكبيره؟ ليه؟ لان كل ما في الحقيبه ضروري. يبقى كل حاجه في الحقيبه كانت ضروريه. لماذا يجب ان يستخدم كل واحد من منشفتي؟ ليه انا ليا منشفتي الخاصه بيا وانت ليك وبابا ليه؟ ليه كل ده؟ منع من انتقال الامراض والعدوى. يبقى انا بحمي نفسي من الامراض وايه؟ والعدوى. لماذا تسمى المشط والمنشفه ادوات شخصيه؟ لانني لا يمكن ان اتشارك فيها مع احد. تعالوا نشوف بعض القرايه. اكمل خريطه الكلمه. لكلمه عاده عارفين خريطه الكلمه؟ يبقى فيه معنى ومضاد وفوق النوع وتحت ايه؟ الجمله. معنى عاده رجعا. معنى عاده رجعا. طيب مضاد عاده حد رجع عليا او جه عليا عكسها ايه؟ ذهب. عكس رجعا ذهب. طيب عاده دي اسم ولا فعل؟ يا بس ده عاده يبقى فعل. تمام؟ طيب عايزين جملة فيها كلمة عادة، يقول عاد الأب من العمل. عاد الأب من العمل. خريطة الكلمة دي كلمة جذابة. جذابة معناها جميلة. معنى جذابة جميلة. مضاد جذابة، جذابة يعني جميلة يعني حاجة حلوة جدا. عكسها منفرة. منفرة أو إيه؟ أو قبيحة برضه. طيب جذابة اسم ولا فعل؟ علامات الأسماء احنا قلنا الألف واللام والتاء المربوطة والتنوين. الكلمة دي فيها تاء مربوطة، يبقى دي اسم ولا فعل؟ اسم. عايزين جملة فيها جذابة هنقول إيه؟ ألوان الفراشة جذابة. الفراشة جذابة. السؤال اللي بعده أجمل شبكة المفردات. الحقول، الحقول فيها إيه؟ الحقول فيها ممكن نقول أزهار وفراشات وعشب ونخيل، وممكن نقول فيها تربة أو طين. هي مثل اللي في الحقول ممكن نقول كمان حيوانات. ممكن نقول فيها محاصيل. كأنك تخيل نفسك كأنك واقف وسط الحقول. الحقول اللي هي الغيط. الغيط بيبقى فيها يعني في تربه وفيها فراشات وفيها حيوانات وازهار وعشب ونخيل ومحاصيل. خلاص كده؟ طيب تعالوا نشوف شبكه المفردات الثانيه ادوات الشخصيه. مين هي ادوات الشخصيه؟ الادوات اللي انا ما بينفعش ان حد يستخدمها غيري. في زي المشط. وفي رباط الشعر اللي هي التوكه بالنسبه للبنات. وفي فرشاه الاسنان. وفي ايه كمان؟ وفي المنشفة أو الفوطة. وفي كمان الملابس. أنا المفروض ملابسي ما ينفعش حد يلبسها غيري. خلاص كده يبقى احنا كده رجعنا القراءة على درس أدوات الشخصية وعلى درس في منزل الفراشة، وهنرجع كمان إن شاء الله النصوص حالا. نشيد الصحة ما سر سعادتنا. يا صاحي تمهل لا تعجل إني مفيدة فلا ترحل. أجينا نشيد يا شباب كده في الامتحان المفروض احنا نكمله. صحتنا نقط سعادتنا. صحتنا سر سعادتنا. وسر يعني سبب. بنظافتنا تصبح أفضل. وصحيح الجمهور.
الوصول بكل حرف. معنى أصون أحمي، معنى أصون أحمي، وكلمة أصون فعل مضارع. معنى الروض الحدائق، معنى الروض الحدائق. معنى أقطف أقطع، معنى أقطف أقطع، وأقطف أيضا فعل مضارع. مضاد حياة موت، مضاد حياة موت، ومعناها معيشة. السؤال الأول، ماذا يوجد في الأرض؟ يوجد في الأرض إيه يا شباب؟ أول في الأرض حياة الإنسان، يبقى يوجد في الأرض حياة الإنسان. السؤال الثاني، كيف نصون الأرض؟ نصون الأرض بثلاث أشياء. أول حاجة لن نقطف زهر البستان، وسأنظف دوما مجلسنا، وآخر حاجة حماية النهر اللي هي في الجزء الثاني من النشيد. يبقى الشاعر هيصون الأرض إزاي؟ لن يقطف زهر البستان، وسينظف دائما مجلسه ويحمي النهر. السؤال الأخير، ماذا سيفعل الشاعر نحو أرض؟ نشوف كده، سأصون الأرض وأحفظها. يبقى الشاعر هيعمل إيه نحو أرضه أو تجاه أرضه؟ سيصون الأرض ويحفظها. يلا نشوف كده بعض الظواهر اللغوية القرائية اللي في النشيد. أكمل خريطة الكلمة. معنى الطاهرة، كلمة طاهرة معناها نظيفة. مضاد طاهرة أطهر. نوعها اسم ولا فعل؟ من علامات الأسماء التاء المربوطة، وكلمة طاهرة علشان التاء مربوطة يبقى اسم. طيب عايزين نعرف كلمة جملة فيها كلمة طاهرة، يا إما تجيب الجملة دي في النشيد يا إما تجيب جملة من دماغك. ممكن أقول الثواب طاهرة، وتبقى شاطر خالص لو جبت جملة من دماغك. الثواب طاهرة. كلمة أصون، معنى أصون أحمي أو أحفظ. مضادها أضيع. كلمة أصون قلناها من شوية في النشيد إن هي فعل مضارع. طيب عايزين جملة فيها كلمة أصون. احنا قلنا النشيد الشاعر قال هنا في النشيد سأصون الأرض وأحفظها. ممكن أقول مثلا أصون بلادي. أكمل شبكة المفردات لكلمة موطني. موطني يعني بلدي اللي أنا عايش فيها. وطني، كلنا وطننا مصر. إيه الحاجات
في الاول ساكن يعني الشين عليها السكون الاولى والشين الثانيه فوقيها ضمه. يبقى انا لما اجي احلل هحط الالف واللام والشين اللي عليها سكون مع بعض، وبعدين الشين الضمه والطاء اللي عليها سكون لان الحرف الساكن زي الطفل الصغير مش بيعرف يقف.